يا هلا فيكم في ترند. أعلن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على حسابه الشخصي على الإنستغرام عن مساهمة سموه من حسابه الشخصي بمبلغ 1,000,000 دينار بحريني للحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا ضمن حملة فينا خير اللي يقودها سموه، مشيداً بكافة المساهمين في الحملة التي حظت بإقبال واسع من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة. استمراراً لدعم الجهود الوطنية المباركة للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 وضمن حملة فينا خير، أعلنت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عبر حسابها الرسمي في إنستغرام أنه إضافة إلى الدعم المالي فقد تم فتح الباب للتبرعات العينية أمام كافة المؤسسات والشركات والأفراد عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة ظاهر أسفل الشاشة. وجهت وزارة الداخلية رسالة توعوية للمواطنين والمقيمين عبر حسابها الرسمي في تويتر، قالت فيها: عزيزي المواطن والمقيم، حمايتك لنفسك حماية لمجتمعك، لذا لا تخرج من منزلك إلا للضرورة، والتزم بارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمحلات التجارية لأن فيها حماية لك، تطبيقاً لمبدأ التباعد الاجتماعي، ولأنها ضرورة حتمية، ابتعد عن الآخرين بما لا يقل عن متر من أجل سلامتك الشخصية وأيضاً سلامة للآخرين. السلامة العامة مسؤوليتنا جميعاً، فلنلتزم بالتعليمات والإرشادات لحماية المجتمع، مع تمنياتنا لكم بالصحة والسلامة، وحمى الله البحرين من كل سوء. غردت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عبر الحساب الرسمي في تويتر، محذرة من رسائل احتيالية عبر البريد الإلكتروني تدعي أنها مرسلة من قبل شركة أبل تطلب تأكيد الهوية الشخصية للمرسل، حيث يدعي مضمون البريد الإلكتروني بأن هناك من يحاول الدخول إلى حسابك وعليه قد تم إقفاله، ولتأكيد هويتك الشخصية عليك ملء استمارة تحتوي على طلب معلوماتك الشخصية ومنها معلومات البطاقة الائتمانية. مواطنة من البرتغال أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين بسبب انضمامها لفريق المتطوعين في مملكة البحرين، وعن سؤالها عن سبب تطوعها قالت: تطوعت كوني اعتبرت البحرين بيتي اللي أعيش فيه منذ ما يقارب 20 عام، وأريد أن أقوم بما أقدر عليه للإسهام في خدمة هذا البلد. كما أكدت جوانا فيلافيا عن سعادتها بالانضمام للمتطوعين، مبدية استعدادها لأداء أي مهام تطلب منها. وجهت رائدة الفضاء الأمريكية من أصول عراقية جيسيكا مير لأطفال العراق رسالة تحفيزية من الفضاء، أكدت فيها أنها تريد رسم الابتسامة على وجوههم وطالبتهم بأن يجتهدوا في دراستهم لتحقيق أحلامهم، ونشرت صفحة مؤسسة أطفال العراق على موقع فيسبوك رسالة رائدة الفضاء التي أكدت خلال حديثها أن والديها من بغداد، لذا فهي تشارك التراث معهم. نتابع. Do you realize we belong to each other? My father and his family are from Baghdad. So you could say we are extended family, long distance brothers and sisters. When I fly over Baghdad and the Hope buses, I am 350 kilometers above you. From high up in space, I see the many lights of Baghdad. You can try and look for me at nighttime. There's a website, spotthestation.nasa.gov, that allows you to see when the International Space Station will be flying overhead. You can plug in your location and look up. وبكذي وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم. أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيد تقضونها في البيت مع أحبابكم وأنتم بصحة وسلامة. ألقاكم على خير.